أخبار اليوم. اسمي جمال محمد، من اسكندرية، عندي 18 سنة، بقالي 2 سنين ونص بلعب بلياردو، بتمرن الحمد لله. ربنا وفقني وكسبت أول ماتشين ضد 2 أردنيين في التصفيات، والنهاردة كسبت أول ماتش ليا النهاردة كان مع واحد فرنساوي من ناشئين بتوع فرنسا، كلها مصنف تالت الجمهورية. لا والله بطولة جميلة وتنظيم كويس جدا، والترابيزات كمان هايلة، ربنا يسهل ان شاء الله. والله ننميها ان احنا ممكن نوزع ترابيزات على كل النوادي بتاعه الجمهوريه وننشرها على التلفزيون، ويكون ليها اهتمام اكتر زيها زي الكوره زي السكواش. بالنسبه للتكنيك، يعني هو اللي انا ما بعملش حاجات قال عليها المدرب، يعني حاجات اللي انا بكون ماسك نفسي وتركيزي، وما بحاولش اشتت اعصابي بحيث ان انا اكون مركز في الماتش، بس ما اخرجش بره عن اي حاجه. الحمد لله. والله الصعوبات اللي فيها محتاجه تمرين، مش بسهوله. يعني انا بالنسبه لي اتمرنت 2 سنين ونص، وبتمرن كل يوم مينيمم 3 ساعات لوحدي، وقبل البطوله كنت بتمرن بال8 ساعات في اليوم، ف تعب يعني. لازم كده. بس جمال، الحمد لله ربنا وفقني وكسبت ماتش البطوله ليا، رابع ماتش البطوله ليا ضد لعيب الماني اسمه مارك. الحمد لله كان ماتش صعب، بس الحمد لله ربنا وفقني، ربنا يسهل في الماتشات الجاية بإذن الله. 44-4 بالظبط كده، وأخدت تايم أوت في الماتش. الحمد لله ربنا سهل. والله أنا نص الجيم تركيزي أقل شوية، الحمد لله ارجعه تاني وقدرت اسيطر على الجيم الحمد لله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا.